سيرين عبد النور على ما يبدو رح تغيب عن رمضان 2016، وهالقرار اللي اتخذته بعد الدعسة الناقصة اللي وقعت فيها السنة الماضية من خلال دورة بمسلسل 24 قيراط، وكل ما حكي عن خلافات داخلية بينه وبين الممثلة ماجي بوغصن اللي راجعة برمضان المقبل بمسلسل ياريت. ريف ذا بروديوسر، انت تبعت الموضوع، شو فيك تخبرينا عنه؟ كارين، اللي بدي اقول لك اياه انه سيرين الغايبه عن التمثيل حاضره بالكوميديا، وعم تستمتع بالجلوس بين عملاقين بالكوميديا المصريه بدوره ببرنامج ذا كوميدي، وهن حسن حسني ومحمد هنيدي. طبعا وجود سيرين ضمن لجنه التحكيم ببرنامج ذا كوميدي اثار كثير من التساؤلات. مش بس تساؤلات كارين، وانما عرضها لانتقادات قاسيه وبعض التهكم، نظرا لانه بالرغم من نجوميه سيرين الدراميه ما فينا نقول انه هي صاحبه الضحك السهله او الابتسامه الدايمه. حتى رئيس شبكه تلفزيون الحياه اعتبر انه سيرين لا تصنف كممثله كوميديه، وانما عندها بس حس كوميدي من نوع خاص. انا بصراحه ما فهمت شو يعني نوع خاص، على ما يبدو انه خاص لدرجه ما قدرت اعرفه. كارين، مش بس حضور سيرين كان عليه تساؤلات، وانما الاتيتود تبعها، فكلمه واحده او تعبير كانوا كافيين يفجروا حمله بوش سيرين ودوره بالبرنامج. هل يجوز استخدام كلمه مقرف لتوصيف عرض معين؟ الاراء كانت منقسمه بين رافض لاستخدام هيك تعبير، ومين اعتبر انه سيرين عبرت بصراحه عن رايها ضمن دوره بلجنه التحكيم. هلا ريف، انت تبعتي هيدا الموضوع ورصدتي تعليقات الجمهور على الفيسبوك والتويتر حول وجود سيرين ضمن لجنه التحكيم ذا كوميدي. كارين، خلينا نكون واضحين، اول شيء سيرين وجه لبناني مشهور أكيد. بمصر والدول العربيه، ووجودها بلجنه حكم بضيف طبعا الطابع العربي على البرنامج، ويمكن خطر للمدجين انه سيرين لها تجربه باللايت كوميدي الى جانب محمد هنيدي، ولكن هل هذا الشيء بيقدر نطبقه على برنامج تكون هي لجنة حكم فيه؟ هون صار الخلاف في المجتمع، وهون صار على مواقع التواصل الاجتماعي انقسموا الناس، في ناس حبوها لأنه هن بيحبوا سيرين، وأنما هي كلجنة حكم كان في كتير تساؤلات على الموضوع. يمكن لأنه سيرين معروفة بالدراما أكثر وبأدوارها بالدراما، وكانت مشاركتها بالأشياء الكوميدية خجولة نوعا ما، يمكن في كتير ناس وقعوا أنه في ممثلات نجمات بالكوميديا كان مفروض وفي يكون. شغلة تانية كارين، هي بتحسيها أصلا بالحياة هي إنسانة هيك حذرة محافظة شوي، خليني أقول جامدة، فكتير هيك صعب تتقبليها ببرنامج كوميدي، يعني بدك حدا يكون كتير خليني أقول بيعة تقلع بهيك شو. على كل حال سيرين نجمة أكيد، نحن بنتمنى لها كل التوفيق بكل القرارات اللي بتاخذها.